ضمن سلسلة إفريقيا الأخرى، رحلة فريق العربية البرية من مصر إلى جنوب إفريقيا، نتابع في التقرير الثاني ملامح حياة النوبيين. الزميلة رفيدة ياسين زارت قرية غرب سهيل المطلة على النيل، والتي نجحت في تطبيق نموذج فريد للسياحة البيئية، كما يشتهر أهلها بالمشغولات اليدوية وتربية التماسيح. تشير هذه الكثبان الرملية إلى طبيعة البادية للوهلة الأولى، لكن ما إن تكتمل الصورة حتى يتجلى عناق الرمال الذهبية لزرقة النيل. هنا غرب سهيل، أو كما تعرف بريفيرا أسوان في جنوب مصر. لم يطلها التهجير لوقوعها شمال السد العالي، وتبعد عن مدينة أسوان 15 كيلومتراً فقط. هنا زي ما انت شايفه، هنا اولا المزار بمعنى اصح، لان السياحه بتنزل من المدينه، من البواخر، من اي مكان، لازم بتشوف الثقافه النوبيه. بعد الثقافه النوبيه ممكن بياخدوا بعض الاشياء من الاشغال اليدويه، هدايا لاصحابهم، او بيعملوها نساء القريه نفسهم. بالظبط. البيوت التقليديه المزخرفه ابرز ما يميز القريه، فهي مترصة على المنحدرات الجبلية بإطلالة نيلية ساحرة، لتبدو كلوحة زاهية متناسقة الألوان، يعتمد معمارها على الأقبية المقاومة للحر، حتى غدت قبلة لمحبي السياحة البيئية حول العالم. يشتهر أهالي غرب سهيل أيضاً إلى جانب المشغولات اليدوية التراثية بتربية التماسيح وترويدها، ويعتقد الكثيرون هنا أنها تحمي بيوتهم من الحسد. الجمال هي وسيلة التنقل الرئيسية داخل القرية التي يقطنها أكثر من 10,000. كما تشكل غرب سهيل بطابعها النوبي الأصيل كرنفالاً تراثياً يعكس ثقافة لم تندثر لآلاف السنين. رفيدة ياسين، العربية، أسوان.